عندك نصف لتر من الحليب وحبة موز واحدة؟ اجي معايا نحضروا اروع تحلية الكريم كراميل اللي كتحضر في وقت وجيز، كتجي من اروع ما يكون. تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفي المكونات والمقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبتعليق ديالكم البنائين، واللي اول مرة كينضم لقناة معني الا يفعل الجرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. كنتمنى لكم فرجة ممتعة ونمشيو نشوفوا المكونات والمقادير وطريقة قد التحضير الكريم كراميل كيجي من اروع ما يكون. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا كنحتاج هنايا واحد الكاسرول اللي كنوضع فيها تقريبا 5 ديال المعالق كبار من السكر الخشن، اي سنيده 5 ديال المعالق كبار من السكر الخشن. كنوضعوا على نار تكون هادئه، يعني النار تكون مهيله حتى كيولي عباره على كراميل، وانا كنحرك ملعقه خشبيه، يعني النار تكون مهيله باش ما يتحرقش معنا هذا السكر، يعني النار تكون مهيله مع التحريك المستمر. واحد ملعقه خشبيه كيف ما كتشاهدوا معايا، مرحله راه سهله وبسيطه باش كنحصلوا على واحد الكراميل اللي تيكون متجانس واللون ديالو ما يكونش داكن بزاف باش ما يتحرقش لينا. كنأكد على النار اللي تكون مهيله للصفر مع التحريك. مجرد ما كنحصل على هذا اللون ديال الكراميل كنرفعو مباشره على النار، وكنكون محضره الكؤوس اللي غنقدم فيهم تحليه او زليفات، وكنوضع فيهم كل يعني بالتساوي القليل من هذا الكراميل اللي حضرت، وكنوضعو جانبا يعني بلا ما ندخلو الثلاجه، غير كنوضعو جانبا فوق سطح العمل. هاد الاثناء غادي نخليه فوق سطح العمل يعني بلا ما ندخلو الثلاجه، ونمشي نحضر الكريم كراميل ديالي. وبقاو معايا ما تمشيو فين. كناخذ الخلاط الكهربائي، وعندي هنايا هي راه حبه موز واحده، انا الموز عندي هنايا الحجم ديالو صغير، استعملت جوج كيف ما كتشاهدوا معايا، الموز عندي صغير، هي راه حبه موز واحده كتكفي بالغرض. كنقطع القطع الموزه قطع صغيره في الخلاط الكهربائي، كنضيف ليها نصف لتر من الحليب، وكنضيف ليها جوج علب ديال الفلون، اي فلون اي نكهه كتبغيو. انا عندي هنا فلون ديال الفاني، جوج اكياس ديال الفلون الصغار، غير داك الصغار اللي بدون سكر، يعني راه ما فيهمش سكر كيف ما كتشاهدوا معايا، وما غاديش نضيف السكر لان الموز راه حلو، والكاسخول اللي وجدت فيها الكراميل يعني داك السكر هي اللي غادي نصب فيها هذا الخليط. بالنسبه للسكر انا ما ضفت سكر، واللي بغى يضيفه غيضيف تقريبا واحد جوج معالق كبار لا غير. كنطحن الكل جيدا وكنصبو في الكاسخول، وكنوضعو على النار نفس الكاسخول كنصب فيها. انا للاسف تقطع معايا داك المقطع اللي درت فيه الخليط في الكاسخول اللي كان فيها ديجا الكراميل ديالي، يعني ما غسلتهاش، كان فيها داك الكراميل، وبقيت في التحريك حتى اختار معايا الخليط، يعني ما كيختارش بزاف، يعني بحال اللي كنطيبو الفلو تماما، وكنصبو فوق يعني الكراميل اللي درنا في الكؤوس او الزليفات كيف ما كتشاهدوا معايا بالتساوي. هاد نصف لتر من الحليب وحبه موز واحده كتعطينا 4 ديال التحليات ديال الكريم كراميل. غادي نخليهم فوق سطح العمل حتى كيتسرب منهم هاد البخار تماما، عاد كندخلهم للثلاجه لمده نصف ساعه او ساعه كامله، شحال ما خليناهم يرتاحوا كان احسن، ولكن نصف ساعه راه تيكونوا واجدين. بعد ما وجدوا لي تقريبا عندي هنايا 40 دقيقه جبتهم من الثلاجه، وغادي نقلبهم في صحن ديال التقديم كيف ما كتشاهدوا معايا. انا هنايا مشات لي من بالي باش يتقلب معكم اي تحليه في الكاس اللي كنبغيو نقلبوها، ناخذ واحد الكيغدون ونثقبو من الوسط وكنقلبو كينزل مباشره ما كيعذبناش. هذا شويه بقيت كنضرب هكا باش عاد هبط. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو الكريم كراميل ديالنا اللي كيتحضر في واحد الوقت وجيز والمذاق ولا اروع. المكونات بساط بساط جدا، كنظن انهم متوفرين في كل بيت، حبه موز واحده، جوج شاصيات ديال الفلو، ونصف لتر من الحليب، وها حنا حضرنا اروع كريم كراميل. مكونات بساط والشكل ديالو كيجي كيشهي. بالنسبه للسكر راه الخليط اللي خلطت في الخلاط ودرته في الكاسخول اللي كان ديجا فيها يعني داك السكر اللي ذوبنا، يعني هذيك راه التحليه الحلاوه كانت كافيه. واللي بغى يزيد السكر منين يكون كيطحن داك حبه الموز ونصف لتر من الحليب يزيد غير زوج معالق ديال السكر لا غير. كنتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وتعجبكم الوصفه ديال اليوم، وتجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليق. كيجي فيها واحد المذاق رائع جدا، يعني هاد فلو كراميل بدون فرن بدون بيض، كيف ما كنعرفوا ملي كنبغيو نوجدوا الكريم كراميل كنوجدوه بالفرن وبالبيض وبزاف ديال
المكونات والمقادير والمراحل. هذا ساهل ساهل كيف ما شاهدتوا معايا في الفيديو. موزه وجوج فلون ونصف لتر من الحليب، حصلنا على فلون كراميل كيجي عاقد ولذيذ من اروع ما يكون. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليق ديالكم بالنائين. وكنرحب بالمشتركين الجدد واللي اول مره كينضم لقناتي وعجبو المحتوى، ما عليه الا يفعل الجرس فضلا وليس امرا باش توصل دائما بالجديد على قناه ساكنه التصويريه. شكرا لكم متابعة، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.